حضور معنا في هذا اليوم المبارك إن شاء الله وشكري وامتناني موصول كذلك للسيد عزيز مكوار صاحب سفير صاحب الجلالة في الولايات المتحدة الأمريكية الذي شرفنا بالحضور في هذا اليوم ليطلع على المدرسة وعلى سيرتها ويتقابل مع الآباء وكذلك يساعدنا في توزيع الكتب التي أتتنا من المغرب. فكما تعلمون لقد زار المدرسة في السنة الماضية السيد محمد عامر وزير الجالية المغربية بالخارج وتعرف على برنامجها وعلى أساتذتها وأبدى اهتمامه بشراكة بين أكاديمية ابن خلدون وبين الوزارة. فقد تمت توقيع الاتفاقية في مارس 2010 والاتفاقية تنص على أن تساعد الوزارة الأبناء المغاربة الأمريكان بحوالي 50% من تكلفة الدراسة زيادة على الكتب رسلوها لنا الكتب والشيبمنت وكل هذا للأطفال. زيادة على هذا سيدفعون 20% من تذكرة 25 تلميذ أحسن 25 تلميذ في المدرسة خلال الصيف ليزوروا المغرب لمدة أسبوعين. جزاهم الله خيرا على هذا. أتذكر أني أعلنت عن إنشاء هذه المدرسة خلال حفل عشاء في بيت السيد السفير قبل 4 سنوات. ومنذ ذلك الحين والسيد السفير يبدي اهتماما بالغا بهذه المدرسة ويفعل كل ما في وسعه لكي يتم إنجاح هذه الاتفاقية التي ساعدنا كثيرا على تحقيقها. فجزاه الله خيرا واهتمامه بالمغاربة في هذا البلد مشهود له ومعروف له، فباب سفارته دائما مفتوح أمام الجميع ويسعى دائما لمساعدة المغاربة والجمعيات المغاربة لكي يتعاونوا بينهم لكي يدافعوا عن حقوق المغرب وعن مصالح المغرب الكبرى. لا يفوتني كذلك أن أشكر السيد إدريس قاسمي الذي منذ البداية وهو يتتبع خطوة الأكاديمية عن قرب فقد ساعد في أمور كثيرة، فأنا أقول دائما أن عمله دائما في الخفاء، فهو يعمل ببطء باهتمام بالغ للمغاربة، لكن لقد بدأ عدة مبادرات التي ينتفع بها كثير منا، فجزاه الله خيرا على هذا كله. أريد كذلك أن أشكر الآباء، فمنكم من بدأ معنا قبل 3 سنوات لما فتحنا المدرسة فلا زالوا معنا. فبعض الأمهات والآباء يأتون من ميريلاند، بعضهم يأتي 57 مايل ذهابا وإيابا، معناها تقريبا 200 كيلومتر يوم السبت ويوم الأحد. فإن شاء الله سنسعى للحصول على مكان أكبر بإذن الله، وربما سنفتح ساتلايتس في مناطق أخرى، مثلا في ميريلاند. لقد كنت البارحة في ميريلاند وربما لقد حصلنا على مكان في ميريلاند إن شاء الله سنبدأ في جانيوري. سنبحث عن مكان كذلك في 3 أو 4 أماكن في فيرجينيا لكي نساعد الآباء، بدل ما يأتوا 20 تلميذ أو 25 تلميذ يذهب مدرس إلى هناك، فتكون العملية إن شاء الله أسهل. فعلى كل حال مرحبا بكم، جزاكم الله خيرا، وتنشكر السيد السفير لأنه من يوم ما سمع بالمدرسة هو تيقول لي وقت ما بغيتيني نجي باش نزور المدرسة أنا راه الإشارة، فكنا تنتظروا شي مناسبة وهذه أحسن مناسبة الحمد لله. بارك الله فيك السيد السفير. كرز مرحبا عليك والله يجازيك بخير وتهنيك بهذا الشيء اللي درتي في هذه المدرسة، لأن أهم شيء هو الدراري ديالنا ما يرجعوش، خصهم يرجعوا أمريكان ولكن خصهم يبقاو مغاربة، وباش يبقاو مغاربة خصهم يتعلموا اللغة ديالنا والتقاليد ديالنا، وهذه مهمة ومدرسة بحال هذه مهمة جدا. ثانيا ما عندناش غير بلاد مغاربة، عندنا بلاد ديال الجنسية
الديانات اخرى والدول العربيه اخرى والدول الاسلاميه اخرى عالميا. وهذه مناسبه باش الدراري يتعرفوا ما بيناتهم، ومهم جدا 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 باش العلاقات مع بلادهم الاصليه المغرب او البلدان الاخرى اليوم، وتشجيع اللغه والتقاليد الاسلاميه والتقاليد ديالهم. لهذا تنهنيك هذه المدرسه، وكان كانوا عند لي الدراري وكانوا عندك الدراري اللي صافي كبروا. وانا ملي كنت ملي الدراري ديالي كانوا صغار كانوا مشاو، كنت في كل البلاد، كنت في البرتغال في ايطاليا، وللاسف ما كانوش عندنا مدارس بحال هذه. ولهذا ما عندهمش العربيه وما عندهمش التقاليد. على كل حال شكرا جزيلا على هذا الشيء اللي كتعمل، وما تعرف السفاره مفتوحه، وإلى احتاجتوا اي حاجه غير قولوا لنا، ثقه سيدي راك اتصل معاه، وانا كذلك اي حاجه احتاجتوها. تمام، هذه مناسبه طيبه نكون فيها، انه السيد السفير في كل المناسبات اللي تنتلاقى معاه تيسالني وتيسال حتى غيري على احوال الجاليه، اشنو اللي يمكن نديرو باش نساعدو الجاليه، اشنو يمكن نديرو باش الجمعيات يكونوا متحدين، اشنو يمكن نديرو باش نحبوا العمل ديالنا وكذا. فالله يجزيه بخير على هذا. لا السلام عليكم. انا نتطلب بالدارجه يمكن احسن باش نقدر نوصل. حنا كنشكر الحكومه المغربيه اولا، والفضل لهذه الاداره الجديده اللي جات للسفاره والسيد السفير ديالنا والسيد القنصل على هذه المساعده اللي ساعدونا. حنا من الناس اللي جينا من سنين من 80 وكنا كنناضلوا وكندابزوا، والحمد لله لقينا ناس بحال السيد ابسورور اللي فتح لنا هذا المجال وطالبوا بالمساعده من الجاليه المغربيه ديالنا. كنشكروا الجميع وكنشكروا لي بارونتون اللي كيجيو، وزعما اهم شيء هو اننا وليداتنا يبقاو عندهم ديك الرابطه بالمغاربه. ديما عندهم داك المشكله ديال الصحاب ما كيكملوش معاهم، المغربي ولا كيتعشق كي عنده واحد الانتوزيازم، فرحان غيجي نهار الحد غادي يشوف داك صاحبو المغربي تيهضر بحالو تيتعامل بحالو. الاعياد كله حنا كنعترفوا ان حنا امريكان، بس في نفس الوقت حنا ملافيه في المغاربه. وكنشكركم خويا Well, basically for our friends who do not speak Arabic, we welcomed Mr. Ambassador and Mr. Qasimi in the consular section, is responsible for consular affairs in Washington, D.C. We thank them for their effort and their help in supporting this school from its very beginning. We also thank the Moroccan government for extending their hand to help the Moroccans living in this area to be attached to their culture, to their language, and to their peaceful religion. The program we use is the Moroccan program. We use books in Arabic, we use the books in Islamic, and we use the French books. And we have, alhamdulillah, many nationalities, not just Moroccans, because we don't want our kids to be isolated and be just by themselves. The school is open to anybody, Moroccan or non-Moroccan, Muslim or non-Muslim. We have some people who are not even Muslims and they come to learn Arabic here. So it doesn't have any religious connotation, it doesn't have any national connotation, so it's open for everybody. And we thank you all for coming, and it's a pleasure, it's a wonderful day to have Mr. Ambassador with us. Well, thank you very much for all, and I think I was congratulating my friend Booker Abisourour for having taken this initiative. It's a great idea, it's good. As many languages these kids can learn, the better. But since it's Arabic, Arabic is very important because there are so many people speaking Arabic, and it's a language I think for the future, and it's a beautiful culture, and it's good for the Moroccans to be here because they keep this link with their country. And all of our countries have a beautiful culture, and we have to keep our kids linked to that culture. Otherwise, it's good
of course everybody's American, that's good, but to have that link with the original culture is very important. And this school is doing a great job. So thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Please help yourself to some coffee and donuts, and inshallah after the coffee, when the kids come out, we'll distribute the books to you.